نعمل ايه في بند الدهانات؟ تعالوا نشوف. زي ما قلنا نشتغل بند الدهانات بعد المحاره والسيراميك. ما تنساش تفرش الكرتونه ديت على السيراميك وتغطيه كويس جدا. خلي بالك لو بند المحاره عندك مش واخد حقه هتتعب قوي في الدهانات وهياخد معجون كتير عشان تستعدل الحوائط، وده غلط طبعا. اهتم ببند المحاره كويس قوي قوي. هتجيب النقاش هيطلب منك شويه طلبات كده زي السيلر والمعجون والبلاستيك. اول حاجه بيبدا فيها الصنايعي بيبدا ينظف الحيطه كويس قوي، ودي مرحله اسمها المرشمه، بيشيل اي زيادات او اتربه على الحائط. كده بيدهن السيلر المائي، ودوت وظيفته ان هو بيسد المسامات الرملايه بتاعه المحاره، وكمان بيعزل الحيطه عن المعجون عشان الحيطه ما تشربش ميه المعجون. بعد كده الصناعي بيسحب اول سكينه عرض مثلا، يعني ممكن يبدا طول عادي بس لو مثلا قلنا هيبدا بالعرض. بعد كده بيجي تاني يوم بيبدا السكينه الثانيه بياخدها طول عمودي على الاولى، وبتبقى بلون مختلف عشان يعرف يفرق ما بين الاولى والثانيه. يبقى الاولى عرض والثانيه طول والثالثه عرض. كده ادى ثلاث سكاكين بيبدا يصنف كويس قوي، وكده يكون خلص المرحله بتاعت المعجون. بعد كده بتيجي مرحله البطانه، ودي بيدهن فيها بلاستيك مط على الثلاث سكاكين. وظيفه البطانه ان هي بتبين عيوب المعجون، لو في اي سوس او في اي حاجه بيلمها، ودي مرحله اسمها مرحله التلقيط. بعد ما خلص البطانه والتلقيط بيصنفر تاني اللي هو لقطه، وكده بتكون خلصت مرحله التاسيس. وكده انت واقف على وشين التشطيب، بتختار اللون ودرجه اللمعان، ودي حاجه حسب ذوقك طبعا. مفيش احسن من الوان الساده، والدرجة اللمعان بتبقى ربع لمعة او نص لمعة. بس كده، يا رب تكون استفدت من الفيديو. السلام.